مين ايه طريقة اللعب يعني اللي بيلعب بيها المدير الفني لفريق ابو سليم؟ انهي نادي طريقة بوسليم، لعب بيعتمد على ايه؟ نادي بوسليم ده دائما ال4-2-3-1 اللي استمر بها من الموسم التالي على التوالي. خلينا نقول لك ان نادي بوسليم فريق محترم جدا، خاصه لما نحكي على النواحي الدفاعيه. فريق يملك امكانيات كبيره جدا من الناحيه البدنيه والدفاعيه، ويلعب على الكامباك او الهجمات المعاكسه الكونتر اتاك بشكل منظم جدا. واحد من اكثر الانديه شراسه في الدوري الليبي، صعب جدا انك تفوز على نادي بوسليم وخاصه لما يلعب على ارضه. زي ما نحكي لك فريق بكل ما تعني الكلمه متجدد، وقاعد يصير بخطه ثابته. نحكي على نادي بوسليم من اكثر من 5 مواسم كان يلعب في دوري الدرجه الثانيه، ثم انتقل للدوري الدرجه الاولى، ثم انتقل للدوري الممتاز. ده صاعد بسرعه الصاروخ. طبعا امكانيات كبيره، اداره مستقره بشكل ممتاز جدا، وخاصه خلال السنوات الاخيره في استقرار كبير على المستوى الاداري. خلينا نقول لك ان نادي بوسليم بكل صراحه واحد من الانديه الاكثر استقرارا، حتى من الناحيه الماديه ومن الناحيه الاداريه، اللي قاعد يتعامل مع نجومه بكل، يحافظ على نجومه اللي كانت مكتب حقيقي لكل الانديه، زي محمد عياد اللاعب اللي يلعب في المنتخب الوطني برضه، زي علاء عكاشه اللاعب مميز في اخر فتره. حافظ على الاطار الفني اللي كان مطلوب من انديه كبيره في ليبيا، ولكن زي ما حكيت لك علاء كدر. نعم قصدك علاء كشدر؟ لا، علاء عكاشة. علاء عكاشة هو علاء العيان. هو واحد من اهم اللاعبين. علاء كشدر بيلعب في الوحدة نادي تقريبا، صح؟ طبعا نادي بوسليم خاض مباراتين وديات في اخر اسبوع قبل ما يتحول الى 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 مصر، فلعب مع الملعب الليبي. النادي طبعا في الدوري الممتاز برضه تعادل 1-1، وخاض مباراة اخرى وخاض مباراة اخرى مع فريق من الدرجة الثانية وفاز ب3 أهداف مقابل لا شيء. تحكي على نادي قاعد يسير بخطى ثابته، مطامحه كبيره، عنده اداره قويه جدا وامكانياتها ممتازه، وقاعده محيطه بالفريق خاصه على مستوى التنقلات، وعلى مستوى يعني حتى على مستوى التنقلات فريق منظم جدا، حتى على مستوى السوشيال ميديا لو تشوف الصفحه الرسميه للنادي في استقرار كبير بشكل ممتاز. تحكي على سبونسر شيب موجود، تحكي على الناحيه الاعلاميه ممتاز وممتاز جدا. يمكن استاذ اسامه وانت مكلمنا عن الجانب الاعلامي والتناول الاعلامي، قلت لي هتبقى مباراه تاريخيه، كيف يستعد نادي ابو سليم لهذه المواجهه امام نادي الزمالك كفريق وكتيم؟ طبعا انت مش كل سنه تقدر تلعب بالزمالك، الزمالك فريق كبير، اسم مهم جدا في افريقيا، وانك انت تلعب لاعبين في قيمه شيكابالا وزيزو، الجزيري، خلينا نحكوا ان محمد عواد، علاء، اعتقد محمود علاء اللي حيغيب بداعي الاصابه حسب ما عرفنا. صحيح. تحكي لمحمد عبد الشافي، واحد من وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها، واحد من اساطير الكره على المستوى الانساني، على المستوى الخلقي، على المستوى الفني، لاعب نحكوا على فتره طويله جدا، عاد من الاعتزال من اجل الزمالك، وهذه ما تصيرش الا في نادي كبير زي نادي الزمالك. مش كل فترة صراحة خلينا نقولها انك انت تقدر تلعب مع نادي في قيمة نادي الزمالك، اللي 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 خلينا نقولها لك وبكل صراحة ان الشعب الليبي بشكل عام على مسؤوليتي اكثر من 80% زملكاوية، وانا على المستوى الشخصي زملكاوي. انا لسه هسألك السؤال ده، كنت لسه هقول لك انا حاسس كده واحنا بنحس ببعض كده ان استاذ اسامة زملكاوي وبحب نادي الزمالك. خليني اقول لك ملعب، بما ان احنا نحكوا على الهواء واقول لك بشكل صريح، انا في ضربات الجزاء ما اقدرش نتفرج عليها مع بيراميدز، يعني ما اقدرش اتفرج على الدرجه دي. انت زملكاوي صميم. زملكاوي صميم جدا جدا جدا، يعني زملكاوي من ايام زي ما حكيت لك، من ايام خليني اقول لك مش من ابراهيم يوسف، يعني نحكي لك من ما بعد ذلك، من التشكيله التاريخيه، حازم امام، جمال عبد الحميد، محمد صبري، خالد الغندور، تحكي على اسماء تاريخيه قعدت في العقل الباطن بالنسبه لي احنا كجمهور رياضي بشكل عام وزملكاوي بشكل خاص. انت بتقول اسامي من فريق الاحلام، فريق الاحلام بتاع التسعينات، دريم تيم حقيقي بالظبط. بس صبت. اتمنى من كل قلبي صراحه ان الزمالك يعود، الزمالك لازم يعود، مش اتمنى فقط، الزمالك
من الضروري ان يعود. الزمالك اسم مهم جدا في كره القدم الافريقيه، وعلى فكره يعني معليش دوره افريقيا بشكل عام عندما يذكر اسم الزمالك اخي احمد الكل يقف احتراما وتشعر بالحب الحقيقي، واكيد انت كزملكاوي وكقناه الزمالك تعرف هذا اكثر مني. الزمالك دائما ما يستقبل بالورود، دائما في انطباع عام او امبريشن عام في كل الدول العربيه الافريقيه ان الزمالك هو نادي الشعب، نادي الشعب الحقيقي. ايه اللي بيميز نادي الزمالك عشان يبقى الشعبيه دي؟ عارفين في ليبيا، وانا بسمع من حضرتك استاذ اسامه، وعارفين في الخليج العربي كله بيبقى في شعبيه كبيره جدا نادي الزمالك، ايه اللي بيميز نادي الزمالك عشان يحظى بهذه الشعبيه؟ الزمالك الكوره الجميله، الزمالك الكوره اللي تشعر بانك انت تتفرج في الفن والهندسه، الزمالك اللي قدم لنا اسماء فنيا لن ينساها التاريخ، الزمالك دائما بين قوسين النادي المظلوم نسبيا من كل المسؤولين اللي مروا على كره القدم المصريه بشكل عام خاص وكره القدم الافريقيه بشكل عام. الزمالك اللي اكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه قبل سنه 2000 ولم يحصل على نادي القرن. الزمالك مرعب افريقي، الزمالك خلينا نقولها لك بكل بساطه، الزمالك شيكابالا، شيكابالا الاسطوره اللي قاعده تلعب كره قدم وقاعد مؤثر وهو في سن 37 سنه. الزمالك حلم كل لاعب حقيقي يتمنى انه يلعب، وخليني نقولها بكل صراحه من يخرج من الزمالك دائما هو الخاسر. يبقى الزمالك ويبقى التيشيرت الابيض بخط الحمر وهو الخالد في التاريخ، وكل لاعب طلع من الزمالك صدقني هو الخاسر بشكل كبير، لان الزمالك صنع الكثير من المواهب وصنع اساطير على مستوى كره القدم. استاذ وما زال يصنع استاذ اسامه، وانا متاكد هتبقى قدام اختبار بقى انت حياتي. انت في مباراه ما بين الزمالك المعشوق بالنسبه لك وما بين ابو سليم الليبي، هتعمل ايه في المباراه دي؟ مباراه صعبه، خليني نقول لك ان بالنسبه لي بشكل شخصي مباراه صعبه عليا، في الاخير ابو سليم نادي ليبي صحيح. واتمنى من كل قلبي كره القدم الليبيه تسير بخطى ثابته، خاصه على مستوى السنوات الاخيره قاعدين نشوفوا في نجاحات نسبيه وقاعد في تطور على مستوى الخطوات. صحيح اني اتمنى ان ابو سليم يقدم مباراه كبيره على الزمالك، ولكن اتمنى ان الزمالك وابو سليم هم اللي يترشحوا بالمجموعه من كل قلبي صراحه. حلوه الاجابه الدبلوماسيه دي استاذ اسامه بن ناصر الناقد الرياضي الليبي، شرفتنا ونورتنا في زملكاوي. شكرا لك اخي احمد، وشكرا لكل جمهور الزملكاوي وكل متابعي قناه الزمالك. الف الف شكر، شرفنا ونورنا الناقد الرياضي الليبي الاستاذ اسامه بن ناصر، وحديث مهم جدا عن مباراه ابو سليم الليبي ونادي الزمالك.